بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة. أهلا بكم أبنائي الطلاب في مراجعة بلاغية من الفقرة السادسة إلى الفقرة العاشرة بإذن الله. النهاردة بإذن الله هنفتكر مع بعض الدروس القديمة، وهنأكد مع بعض على بعض الأسئلة المهمة بإذن الله. تعالوا كده نسمي بسم الله جميعا ونتوكل على الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال نزار قباني: إلى فلسطين خذوني معكم أيها الرجال، أريد أن أعيش أو أموت كالرجال، أريد أن أنبت في ترابها زيتونة أو حقل برتقال أو زهرة شذية، قولوا لمن يسأل عن قضيتي بارودتي صارت هي القضية. السؤال قال بيقول لي: ما نصيب الوحدة العضوية في الأسطر الشعرية الآتية؟ الحقيقة رغم أن الأسئلة بتبقى قليلة على الأبيات، لكن هو يقصد الوضع السؤال يعني يقصد تماما أن يركز على بعض النقاط المهمة. بالتدريج الأسئلة إن شاء الله هتلاقيها تبقى أصعب وأكثر من كده، لكن هو بيتدرج معاك لأن احنا لسه في الفقرة 6. لكن مع نمو الأسئلة ومع تراكم الخبرات عند الطالب إن شاء الله هتلاقي القطع تبقى أصعب من كده والأسئلة تبقى أصعب من كده. بقول لي: ما نصيب الوحدة العضوية في الأسطر الشعرية السابقة؟ تذكر الوحدة العضوية تتحقق إذا تحقق شيئان: وحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي أو العاطفة. يعني أقدر هنا أقول إن القصيدة أو الأبيات أو السطور عفوا الأسطر اللي قدامنا ديت دارت حوالين موضوع واحد، وهو قضية فلسطين والرغبة في تحريرها. أما العاطفة فهي عاطفة واحدة أيضا، هي حماس الشاعر وطموحه في أن يحرر فلسطين، حبه الشديد لهذا البلد، كرهه للاستعمار والاحتلال البغيض. باء بيقول لي: امتزج فكر الشاعر بوجدانه، وضح ذلك. تقريبا نفس الإجابة بتاع الوحدة العضوية، لأنه هو طالب برضو مني حاجتين: الفكر والوجدان. في الوحدة العضوية كنا بنقول وحدة الجو النفسي ووحدة الموضوع، ما هو الموضوع يمثل الفكرة والجو النفسي يمثل العاطفة. برضو لما بقولك امتزج فكر الشاعر بوجدانه برضو نفس الحكاية، عايز فكر وعاطفة. بس الفرق ايه ما بين السؤالين؟ انك في الوحدة العضوية بتذكر الموضوع فقط والعاطفة فقط، اما في امتزج فكر الشاعر بوجدانه انت بتشرح. لان حتى بص فعل الامر الموجه ليك بيقولك وضح ذلك، والسؤال اللي فيه وضح ذلك بيبقى محتاج شرح. طب اعمل ايه يعني؟ اقول له هنا: يتمنى الشاعر أن يذهب إلى فلسطين وكي يزرعها ويعمرها من جديد وينشر في ربعها الجمال، ولكنه يدرك في النهاية أنه لن يستطيع أن يفعل ذلك إلا عن طريق السلاح وعن طريق القوة وعن طريق الجهاد. والعاطفة في الأبيات هي الحنين إلى فلسطين وحبها والحماسة من أجل تحريرها. السؤال أو الفقرة السابعة: قال الهمشري في قصيدة النرنجة الذابلة: كانت لنا عند السياج شجيرة ألف الغناء بظلها الزرزور. الزرزور ده طائر صغير كده. طفق الربيع يزورها، طفق يعني بدأ يعني، طفق الربيع يزورها متخفيا فيفيض منها في الحديقة نور، حتى إذا حل الصباح تنفست فيها الزهور وزقزق العصفور، وسرى إلى أرض الحديقة كلها نبأ الربيع وركبه المسحور. أبيات جميلة ورقيقة بتعبر عن الطبيعة. هل تحققت الوحدة الفنية في الأبيات؟ علي لما تقول، قلت لك سابقا أن الوحدة الفنية هي الوحدة العضوية، ما فيش فرق ما بين السؤالين. نعم، أقول له نعم تحققت الوحدة الفنية أو العضوية، حيث دارت الأبيات حول موضوع واحد وهو وصف الشاعر للطبيعة الجميلة، وكذلك جو نفسي واحد أو عاطفة واحدة، وهي عاطفة الحب وعاطفة التفاؤل وعاطفة السرور وعاطفة السعادة في الطبيعة. باء امتزج فكر الشاعر بوجدانه، نفس السؤال بس هنشرح ونستفيد في الشرح. جيم استخرج صورة بلاغية وصورة كلية موضحة عناصرها. ايه الفرق بين صورة بلاغية وصورة كلية؟ الصورة البلاغية اللي هي الخيال الجزئي، استعارة، تشبيه، كناية، مجاز، دي صورة بلاغية. انما الصورة الكلية اللي هي عارفينها الاطراف والاجزاء. طيب اقول له صورة بلاغية هي زي مين هنا؟ مثلا ما اقول ألف الغناء بظلها الزرزور، استعارة مكنية، شبه الزرزور كأنه الزرزور ده كأنه انسان يغني، لان الغناء ده من فعل الانسان.
تمام. الربيع يزورها استعارة مكنية. حل الصباح استعارة مكنية، وهكذا. طب الصورة الكلية أقول له آه في الأبيات رسم الشاعر لوحة فنية بديعة يعرض لنا فيها جمال الطبيعة، حيث ظهرت تلك الأجزاء في السياج اللي هو السور والزرزور اللي هو الطائر الجميل والأشجار التي تنتشر في كل مكان، لأن كلمة الربيع تتطلب ذلك، وكلمة الحديقة بتقول إن في أشجار. ما هو مش شرط كلمة الأشجار تبقى مذكورة، ممكن أوي إن أنا أستنتج الأجزاء من بواسطة بعض الكلمات الموجودة، وأيضا الزهور إلى آخره من تلك الأجزاء الممكن رسمها. كذلك اكتملت الصورة روعة وجمالا بذكر الأطراف، أو ساعات بيسمي الأطراف الخطوط الفنية. إيه أطراف الصورة؟ أقول له مثلا نسمع الصوت في الغناء، في الزرزور مش كده، في تنفست، في زقزق العصفور، دي كلها نسمع صوت. ونرى اللون في شجيرة وفي الحديقة وفي الزهور، كل هذه وفي كلمة أرض، كل هذه ألوان مختلفة متنوعة. ونحس الحركة في يزور، يفيض، ها، والعصفور والزرزور أيضا فيهم حركة، حركة الطائر. إذن كده أنا خرجت له صورة بلاغية، وخرجت له كمان صورة يا شباب، وخرجت له صورة كلية. السؤال رقم 8. قال إيليا أبو ماضي، اسمع بقى إيليا أبو ماضي غاوي إيه حكاية القصص ديت، فانتبه معي. قال إيليا أبو ماضي: قال الغراب وقد رأى كلف الورى. كلف يعني حب، والورى يعني الناس. وهيامهم بالبلبل الصداح. البلبل الصداح يعني الطائر اللي بيغني غناء جميل. لما لا تهيم بالمسامع؟ على فكرة لما دي كان المفروض تتشال الألف، يعني ده خطأ مطبعي. المفروض ان لما، ان ما الاستفهامية لما بتسبق بحرف جر يحذف ألفها. لما لا تهيم بالمسامع مثله وما الفرق بين جناحه وجناحي؟ لما لا تهيم به المسامع مثله، ما الفرق بين جناحه وجناحي؟ واضح ان الغراب حاقد على البلبل، ان الغراب مكروه من عند الناس، اما الطائر الجميل البلابل ومحبوب عند الناس. فواضح ان في مساله ايه، ان الطائر حاقد. يعني اني اشد قوا وامضى مخلبا، فعلام نام الناس عن تمداحي. ليه الناس ما بتمدحنيش؟ ده انا اقوى منه، ومخلبي مخلبي يعني اللي هي اظافر، يعني مخلبي اقوى مني. يعني الغراب فاكر ان القوه هي الجمال. يعني ليس ايليا ابو ماضي بقى بيرد عليه بالحكمه، بيقول له: ليس الحظوظ من الجسوم وشكلها. يعني ليس مساله الناس الحظ، يعني الحب بين الناس لا ياتي بالجسوم وشكلها. السر، كل السر في الارواح. يعني إيليا أبو ماضي هنا بيختم الأبيات بحكمة جميلة، أن حب الناس لك يكون في روحك وفي جمال هذه الروح وليس في شكل الجسد. ما سبب ضيق الغراب؟ هو مدح الناس للبلبل وعدم مدحه. ماذا يتمنى؟ أن يمدحه الناس كما يمدح هذا الطائر الجميل. ما أثر ذلك في الألفاظ؟ طبعا واضح أن ضيق الغراب وضح قوي في مثلا الكلمة أشد قوة، أمضى مخلبة، نام الناس، كل هذه الكلمات تدل على ضيق الايه، على ضيق الغراب. استخرج اسلوبا انشائيا وبين نوعه وغرضه. اسلوب انشائي: لما لا تهيم بالمسامع، واضح ان هنا استفهام غرضه الاستنكار لهذا الموقف من الناس. اسلوبا مؤكدا وبين وسيلته: قد رأى، اسلوب مؤكد بقد، وانبهك ان قد لا تؤكد الا اذا اتى بعدها الفعل الماضي. اني اشد قوا، اني مؤكد بايه يا شباب؟ مؤكد بمن. نيجي للسؤال رقم 9. قال علي الفقي في امة العرب: بلادي وانت. اوصيكم يا جماعه نقرا العنوان، لان ساعات العنوان يعني بيدينا بعض الاشارات للعاطفه او لفهم الابيات عموما. قال علي الفقي في امة العرب: بلادي وانت منار الهدى، وأرض البطولات والمعجزات، بنوك على العهد عبر الزمان، يصونون عهدك حتى الممات، مواكبهم للعلا ماضيات، وراياتهم للمنى خافقات، على العهد يا أرضنا الطاهرة، على العهد للحظة الآخرة. يقول لي أول حاجة: هل تحققت الوحدة العضوية في الأبيات؟ هو قاصد يكرر السؤال حتى تتعود عليه. نعم، تحققت الوحدة العضوية في الأبيات، حيث دارت الأبيات السابقة حول موضوع واحد، وهو الشاعر يفضل بلاده ويذكر تاريخها
العريق ويؤكد على حفظ أبناء هذه البلاد لحفظ أبنائها للبلاد. والعاطفة واحدة أيضا وهي عاطفة الحب والفخر ببلادي. ما أثر عاطفة الشاعر ووجداني في اختيار الألفاظ؟ هنا أقول له إيه؟ ها نكرر لتثبت المعلومة. سيطرت على الشاعر في هذه الأبيات عاطفة الحب وعاطفة الفخر وعاطفة الزهو ببلده، وظهرت هذه العاطفة في صورة كلمات مثل كلمة منار وكلمة بطولات وكلمة يصونون وكلمة العلا وكلمة راياتهم وكلمة خافقات، كل هذه والأرض الطاهرة، أرضنا الطاهرة، كل هذه الكلمات تؤكد على مدى حب الشاعر لبلاده. السؤال رقم 10. قال نزار قباني: أبحث عن أرض وعن هوية، أبحث عن بيتي الذي هناك، عن وطني المحاط بالأسلاك، أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، عن كتبي، عن صوري، عن كل ركن دافئ وكل مزهرية. عما يبحث الشاعر؟ يبحث عن وطنه، يبحث عن أهله، يبحث عن ذكرياته. ولماذا؟ لأنه يحبهم حبا شديدا ويتعلق بهم حتى يجد الراحة والأمان. ب. عاطفة الشاعر تائهة تبحث عن ألفاظ وعبارات تهديها، وضع ذلك. أرجو يا جماعة هذه الأسئلة ما تخضناش، يعني هو الموضوع واضح خالص. بيقول لك بص إيه، عاطفة الشاعر تائهة تبحث عن ألفاظ، يبقى عندك عاطفة وإيه وألفاظ. هنا عاطفة الحزن، عاطفة الحنين، عاطفة التعلق الشديد، ظهرت هذه العاطفة في تكرار كلمة أبحث، في إضافة وطني للياء وطفولتي وحارتي، كل ذلك وكتبي وصوري، كل ذلك يدل على مدى حب الشاعر وتعلقه بهذه الفترة. حبايب الطلاب، دي كانت الفقرة العاشرة، وإن شاء الرحمن الرحيم نلتقي في فقرات قادمة. احنا بنحل 5 بـ5 كده ونكرر الأسئلة حتى تثبت، وإن شاء الله